حكومة نور المالك الأخيرة والتي أكد فيها إمكانية إبقاء قوات أمريكية للتدريب، لكن من غير أن يمنحوا حصانة قانونية، كانت محل ترحيب من القائمة العراقية التي أكدت أن بقاء تلك القوات لأغراض التدريب لا يوجب منحها الحصانة القانونية. تأكيد هذا ضروري جدا، عدم إعطائهم هذه الحصانة باعتبار هؤلاء المدربين نقوم بتوفير لهم معسكرات تدريبية، وهذه المعسكرات التدريبية هي بعيدة عن المدينة، بالتالي ليس لهم اختلاط في بالمواطنين أو بالمدينة. نحن لسنا مع منح حصانة لأي جندي أمريكي على الباقي على الأرض العراقية. هؤلاء يأتون مدربين على السلاح المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية. ائتلاف دولة القانون كان له موقف مشابه، فهو يقول أن المدربين الذين لن يتجاوز أعدادهم 300 سيبقون لتدريب الجيش العراقي على الأسلحة، مشيرا إلى أن عدم منحهم حصانة قانونية باتت رؤية للتحالف الوطني ككل. هؤلاء سيبقون للتدريب على الأجهزة التي اشتراها العراق من القوات الأمريكية، وهذا التدريب والصيانة أيضا ينبغي أن يكون في أماكن مغلقة، ولذلك لا نرى ضرورة لوجود أي حصانة لهم، لأنهم لن يكونوا قوة قتالية ولن يظهروا في مهمات خارج هذه الأماكن المغلقة. أما القوات الأمريكية في العراق فلها وجهة نظر مختلفة حيال حصانة قواتها بعد الانسحاب، مؤكدة أنها لن تبقي أي جندي لا يتمتع بالحصانة في العراق بعد الانسحاب، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن العراق لم يتقدم بعد بطلبات إبقاء المدربين. أعتقد أن الولايات الحكومة المتحدة كانت واضحة جدا، نحن ملتزمين لشراكة قوية وطويلة ومستمرة وعلاقة من التعاون في عدة المجالات مع العراق، ولم يكن هناك اتفاق بعد، ربما، لكن لا أعرف إذا كان سوف يكون أم لا. لو كان هناك، أنا متأكد أن حكومتي لن توافق على ذلك طالما لم يكن هناك حماية قانونية ممثلة للحماية عندما يخدمون في كوريا أو في بريطانيا أو أي مكان آخر يخدم فيه الجنود الأمريكيين. هذه الحماية القانونية ليست حماية دبلوماسية. وبحسب مراقبين، فإن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى العراق ربما ستحمل المطالبة من الحكومة العراقية بمنح الحصانة للقوات الأمريكية بعد عام 2011، وهو أمر قد يكون تحقيقه عسيرا، لا سيما في ظل الإجماع النادر للقوى السياسية على رأي واحد يناهض إعطاء الحصانة. إدريس جواد، السومرية.